الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بيكم. مساء الخير على الورد اللي فتح بمئات الالاف في ميادين مصر النهارده. مساء الخير على اولادك يا مصر، ايد واحده من الفجر لبعض العصر. النهارده مصر كلها استعادت ذاكره امجاد ايامها الجميله، ايام 25 يناير العظيمه والذكرى الاولى للثوره، كانت مناسبه لخروج حشود المصريين اللي هتفوا ثوره ثوره حتى النصر، ثوره في كل شوارع مصر. النهارده الصبح انا كنت في مسيره اتحركت من شارع مصطفى محمود، كان معايا صديقي العزيز وائل غنيم والمخرج الجميل محمد دياب ومعز مسعود ومجموعه كبيره جدا من الزملاء الاعزاء ومواطنين كثيرين وشباب كتار جدا من كل الاعمار ومن كل الفئات. جمعنا في ميدان مصطفى محمود الساعه 1 الظهر، وتحركت المسيره اللي بدات تقريبا ب 3000، اظنها عقبال ما وصلنا ميدان التحرير وصلت ل 30-35 ألف واحد. المسيره بدات فيها كل الاعمار، كل الناس، شباب ونساء، شابات واطفال، كلنا ماشيين من ميدان مصطفى محمود. دخلنا في شارع بطل احمد عبد العزيز، وبعدين طلعنا على ميدان الدقي، ميدان الدقي على كوبري قصر النيل. لو اقول لكم الجمال، لو اقول لكم البهجه اللي كانت موجوده، استعادت ايام جميله حسستنا ان الثوره فعلا موجوده لسه مستمره. والشعارات الجميله اللي كان بيقولوها القاده او الشباب اللي كانوا بيقودوا المسيره في البدايه، شباب اعمارهم في العشرينات لكن بيقولوا كلام جميل، كلام بديع، وعيش حريه وعداله اجتماعيه وكلام تاني كتير جدا جميل، كلنا كنا بنقول وراهم لغايه ما وصلنا ميدان التحرير. معانا كمان هناك كان الجميل، وانا واقف كده بصيت قدامي لقيت الله يرحمه الشيخ عماد. الماسكات الجميله كانت لابسينها الشباب النهارده، كل واحد حاطط ماسك بتاع الشيخ عماد الله يرحمه، ومينا دانيال الشهيد الجميل الله يرحمه، كلهم كانوا واقفين قدامنا لابسين ماسكاتهم. حسينا ان الشيخ عماد معانا، علاء معانا، مينا معانا، كلهم كانوا معانا، وكل الشباب لابسين ماسكاتهم ماشيين قدامنا. حسينا ان كل شهدائنا النهارده كانوا موجودين معانا بيحتفلوا معانا وبيذكروا معانا ذكرى 25 يناير، وبيقولوا الثوره لسه مستمره واهدافها لسه ما اتحققتش ولسه هتتحقق ان شاء الله بالشباب الحي اللي كان موجود، هؤلاء الشهداء عند ربهم. لكن ذكراهم الطيبه الجميله هي اللي كانت سايبه الاثر الكبير النهارده عند كل هؤلاء الشباب. ولما تخش ميدان التحرير بقى، ده موضوع تاني. ايه الكم ده الكبير من البشر والشباب والناس اللي جايين من كل فج عميق فيك يا مصر، من كل محافظه ناس وعربيات. ما فيش عشان نخش ميدان التحرير قعدنا تقريبا 45 دقيقه من كتر الزحام. يعني انا فاكر السنه اللي فاتت عشان تخش ميدان التحرير كان مش صعب، كان شيء سهل يوم 25 او يوم 28 حتى، لكن النهارده الحقيقه كوبري قصر النيل كله كان موقوف، مقفول خالص، مفيش عربيات، كل الناس واقفه هناك، ما حدش قادر يدخل من كتر الزحام الرهيب. مصر كلها كانت بتحتفل النهارده في جميع الميادين، في جميع الشوارع، الناس لدرجه من كتر الزحام في ميدان التحرير بواقفين في الميدان اللي هو قدام الاوبرا بيحتفلوا، كل المنطقه دي موقوفه. التظاهره اللي احنا كنا ماشيين فيها كانت من اول كوبري قصر النيل لغايه ميدان الدقي، كل دي ناس، كل دول بشر، الاب والام والاولاد كانوا كلهم خارجين النهارده بيقولوا ثوره مستمره، عيش وحريه وعداله اجتماعيه. شيء رائع وشيء جميل وشيء بديع. ولما تبص في الميدان تجد كل الوجوه اللي انت ما شفتهاش من زمان موجوده. الثوار الحقيقيين نزلوا النهارده تاني، نزلوا عشان يقولوا احنا لسه موجودين، احنا مستمرين والثوره لسه مستمره. كان شيء رائع. انا الحقيقه كنت فخور جدا ان انا مصري، وفعلا لما بفتكر ارفع راسك فوق انت مصري، وكنا بنبص لبعض كلنا ونقول ايام الجميله ما زالت موجوده وما زالت مستمره وثورتنا لسه مستمره. واذا نزلت اي ميدان النهارده من السويس لاسكندريه حتى هنا والاقصر مش هتعرف تميز اخواني من سلفي عن ليبرالي، كلهم رفعوا شعارات القصاص للشهداء، وقالوا ان مصر لسه مستنيه اهم مطالب الثوره، عيش وحريه وعداله اجتماعيه وكرامه انسانيه. واللي كانوا خايفين على الثوره النهارده اتاكدوا انها لسه بخير، بعد ما اتاكدوا ان الثوره بعتت برسائل للجميع، للبرلمان وللمجلس العسكري، واظن الرساله كانت واضحه تماما، وللاحزاب السياسيه والنخبه.
الثورة قالت بصوت كل المصريين كلمة واحدة، هنكمل هنكمل، وقالت ان دم شهداء مصر مش رخيص، وحملت الجميع مسؤولية استكمال المشوار اللي بدأته الثورة في 25 يناير اللي فات. تحية للشهداء، شهداءنا الأبرار اللي سطروا بدمائهم المجد لمصر، المجد لشباب مصر، اللي سطروا بدمائهم الحرية، الحرية اللي كنا مفتقدينها 30 سنة من عمرنا قبل كده. تحية لهؤلاء الشهداء، هم في مكان أعظم، أعظم بكتير من اللي احنا فيه، لكن أنا واثق إن هم سعداء النهاردة، وهم شايفين الشعب المصري كله بينزل مرة تانية عشان يقول ثورة 25 يناير لسه مستمرة. هنف يا بلادي وافرحك شبابك، اتمنوا يتحنوا بالدم وترابك، الوقت في الجنة وكتبت في كتابك، سعدائك سعدائك ما تعزمنا احنا، ماتوا واحنا عشنا. هنف يا بلادي وافرحك شبابك، اتمنوا يتحنوا بالدم وترابك، الوقت في الجنة وكتبت في كتابك، سعدائك سعدائك عشان. الله يرحم كل شهدائنا، ربنا يرحمهم ويصبر أهليهم ويشفي جميع مصابينا رب إن شاء الله. خلونا نروح لميدان التحرير، ننتقل للزميلة إيمان التوني ونشوف الأخبار إيه هناك في ميدان التحرير. إيمان، إيمان، إيه الأخبار عندك من ميدان التحرير دلوقتي؟ مساء الخير يا أستاذ عمرو، أو مساء الثورة ليك وللمشاهدين كلهم. النهاردة الميدان حافل ومحتفل، وفي الوقت نفسه يحتفظ بأجوائه الثورية، يعني إذا حبينا نوصفه فأجد كلمات الفنان علي الحجار التي تغنى بها: الثورة في الميدان والفرحة في الميدان. هذا فعلا هو الحادث اليوم في ميدان التحرير الذي يجمع بين الثورة والفرحة. هناك من نزل ليقول أن الثورة مستمرة حتى تحقق مطالبها: كرامة إنسانية، حرية، عدالة اجتماعية، ويطالب بالإسراع بتسليم السلطة إلى مدنيين. وفي الوقت نفسه هناك من يحتفل، هناك من يحتفل، ويمكن ترون خلفي الألعاب النارية والموسيقى والأغاني الوطنية، وكان هناك أيضا عروض بالتنورة وضرب على الدف وما إلى ذلك، احتفالا بما أنجزته الثورة من منجزات يعني كثيرة، يمكن أبرزها إسقاط رئيس دكتاتور، ليس فقط إسقاطه بل محاكمته هو ورموز نظامه الفاسد، وإدخاله إلى قفص الاتهام، وهو ما ميز ثورة مصر عن باقي ثورات الربيع العربي، وصولا إلى مجلس شعب منتخب لأول مرة يعني يمثل صوت الشعب الحقيقي بصرف النظر عن الاختلاف أو الاتفاق معه. الميدان حافل يحتفل وفي نفس الوقت يحافظ على أجوائه الثورية. وأنا من الميدان معايا ضيفي الأستاذ عمرو عز، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة. تفضل يا أستاذ عمرو. احنا كنا سمعنا ان هناك من يريد الاعتصام وبعض الحركات، يمكن سمعنا عن حركة 6 ابريل وغيرها من حركات شباب الثورة اعلنت عن اعتصام، هل هذا حقيقي ام لا؟ يعني هو دلوقتي الاكيد ان في اجتماع للقوى السياسية هيبقى في حدود الساعة 8:30، على اساس ان هيبقى في قرار جماعي من كل القوى السياسية المشاركة في اليوم بانهم يعتصموا او لا، وفي حالة ان هيبقى في اعتصام هيبقى في مطالب موحدة، وبنحاول ان احنا نتلافى الاخطاء بتاعت المراحل اللي فاتت. بالنسبة للهتاف اليوم، كان الهتاف شكله ايه؟ هل هو متفاوت ام متفق؟ يعني انا جاي في مسيرة من امبابة لحد ميدان التحرير، فانا كنت سامع ان في الاجواء في الميدان فيها بعض الاحتفالات، ولكن في المسيرات والناس اللي طالعة ومشت مسيرات كان الهتاف عالي ضد المجلس العسكري، كان في كلام كتير عن اسقاط المجلس العسكري، يسقط حكم العسكر، وده لو بياكد حاجه بياكد ان الشعب المصري مستمر في الثوره بتاعته لحين تحقيق كل اهدافها، ولازم يبقى في حكم مدني ولازم السلطه تسلم باسرع وقت. والمنظر بتاع النهارده احنا ما شفناهوش من يوم تنحي مبارك، واعتقد ان ده الضامن الوحيد لنجاح اهداف الثوره.
شباب الثوره، شباب الثوره، ائتلاف شباب الثوره، مطالبه ايه اليوم؟ احنا النهارده كنا بنطالب بشكل اساسي بسرعه تسليم السلطه للمدنيين. احنا مش عايزين يبقى في دستور في يعني الدستور ما يتعملش في وجود المجلس العسكري. طول الوقت بيقولوا لنا لا الرئيس مش هنبقى عارفين صلاحياته ايه، لا احنا ممكن يتحط مواد معينه للرئيس بصلاحيات الرئيس وبعد كده نحط دستور، لكن الدستور مش هينفع يتحط في وجود المجلس العسكري. وهم امبارح منوا علينا بان هم شالوا الطوارئ، ولكن هي كده كده كانت هتتشال، وكده كده هم هيمشوا من الحكم، وكده كده الشعب ده مستمر لحين تحقيق اهداف ثورته. ويعني انا اتمنى اللي عاوز اي حد عاوز يجي يشوف مصر يجي ميدان التحرير. شكرا يا استاذ عم. يمكن احنا ايضا معانا كمان الاستاذ تامر القاضي المتحدث باسم اتحاد شباب الثوره، ويمكن هو هيكلمنا اكثر عن الميدان واجواءه وعن الطلبات، هل اختلفت عن طلبات 25 يناير 2011 والاعداد توصفها لنا؟ الاعداد زي ما انتم شايفين اعداد تخلي الواحد يفرح، مش بنشعر اعداد دي من زمان. مطالبنا لسه مستمره، ما اتحققش حاجه لحد دلوقتي. اللي اتحقق فقط هو مجلس الشعب انتقال السلطه التشريعيه من ايد المجلس العسكري الى مكانها الطبيعي وهو مجلس الشعب. لكن ما على ذلك لم يتحقق شيء، ما على ذلك نحن نسير في اتجاه خاطئ، ما على ذلك هناك تخبط في اداره البلاد، واداره البلاد بعيده تماما عن استشاره القوى السياسيه والثوريه. لذلك احنا بنطالب او اهم مطلب النهارده هو سرعه تسليم السلطه الى سلطه مدنيه، السرعه. احنا مش مستحملين اكتر من كده، عشان الناس ما تقولش ان البلد هتخرب، البلد هتخرب لو استمرنا في اداره فاشله. احنا لو بنقول ان احنا في مرحله انتقاليه، فالمرحله الانتقاليه هي اهم حاجه فيها ادارتها بطريقه ديمقراطيه سليمه، ها؟ عشان نقدر نقفز الى المرحله اللي بعديها وهي مرحله الاستقرار الديمقراطي والبناء الديمقراطي والبنيه التحتيه الديمقراطيه. ما عدا ذلك نحن نسير في هذا الاتجاه، لا نسير في هذا الاتجاه. هل هناك نيه للاعتصام؟ الحقيقه الاتحاد اعلن منذ قليل في بوادر اعتصام في الاتحاد، لكن هننتظر في الساعات القليله القادمه لمشاورات مع بعض الحركات السياسيه والقوى الثوريه الموجوده في الميدان. شايف الاجواء الميدان ثوريه واحتفاليه، ام هناك طرف يطغى على الاخر؟ لا انا مش شايف طرف يطغى على الاخر. احنا عن نفسنا في الاتحاد احنا نازلين مش ما بنحتفلش. انا مش شايف حاجه اتحققت عشان احتفل بيها، ما اقدرش احتفل وده مش شهيد لسه ما حدش خده. لازم المحاكم اللي احنا شايفينها المحاكم الاهليه لازم تقف، ولازم اهالي الشهداء والمصابين يشعروا بحقهم ان في محاكمات عادله ناجزه. ده غير طبعا المطالب الكتير طبعا العداله الاجتماعيه لازم تتحقق حتى الان. ما عدا ذلك لا مفيش حاجه تحققت، ومستوى التظاهر ان شاء الله سيستمر، لكن اروع حاجه النهارده هي المسيرات السلميه اللي جت من كل انحاء القاهره، مش بس في القاهره لا كمان في المحافظات. جت مسيرات سلميه فكرتنا بايام 25 و28، ده دليل على ان الثوره المصريه عزمتها في سلميتها، مش زي الاعلام الموجه اللي كان بيقول ان هيحصل تخريب، هيحصل ضرب، هيحصل حرق المنشات. الشباب المصري النهارده الحقيقه ثبت وجوده وحمل منشآت واقام بمظاهرات سلميه بحته. شكرا لحضرتك. استاذ عمرو، اذا حبينا نتكلم عن يعني وجه الشبه بين 25 يناير 2011 و25 يناير 2012، فهنقول ان مصر في الميدان بكل اشكالها، بكل طوائفها، بكل يعني تيارتها السياسيه وبكل اعمارها المختلفه. بشكرك جدا يا ايمان، وهنتواصل معاك تاني ان شاء الله. معانا على التليفون الاستاذ خالد تليمه من شباب الثوره. استاذ خالد مساء الخير. مساء النور استاذ عمرو، ازي حضرتك؟ ازيك يا خالد؟ ازي حضرتك استاذ عمرو، ربنا يخليك. انطباعك ايه النهارده عن اليوم الجميل ده اللي النهارده قضيناه كلنا في التحرير؟ يعني انا عايز اقول انه المصريين بيقدموا رساله جديده لاي سلطه بتفكر انها او انه الثوره انتهت او انه توهم الناس، لانه الناس اللي موجوده دي بلطجيه ومحدش يسمع كلامهم وبتاع. الناس النهارده نازله بتهتف بوضوح انه الثوره مستمره، بتقول بوضوح ان احنا مكملين الثوره. انا الحقيقه والله انا ما مصدق المشهد، يعني انا والله انا في المسيره بتاعت مصطفى محمود والله ما صدقت كميه الناس اللي نازله، التنويع الجميل اللي
موجودة، سيدات مصريات محترمات، شابات محترمات، شباب محترمين، رجالة كبار محترمين، يعني من كل الأنواع، بنت محجبة وبنت، أنا مش عايز أقول الكلام القديم اللي احنا يعني، بس مش قديم ولا حاجة، كل يوم بنأكد ان احنا يعني ثورتنا مستمرة، كل المصريين مشاركين فيها ومكملين فيها. أي حد هيحاول يوهم الناس بأي كلام تاني، يعني قالوا ان احنا في مخطط لتخريب مصر وحرقها، وان الناس دي نازلة تحرق ونازلة تخرب. الناس ادت درس في السلمية النهاردة، صحيح. رفع شعارات محترمة وبتهتف فيها بكل احترام وبكل ادب. صحيح احنا ضد العسكر، وهنفضل نقول احنا ضد استمرار حكم العسكر، انما كمان ما قلناش هنخرب ولا حد فينا خرب ولا اي حاجة خالص. وده بيثبت يا استاذ عمرو انه مفيش حاجة اسمها طرف ثالث، وانا عايز اكد على الكلام ده وهقوله النهاردة وقلته على المنصة في الميدان وهفضل اقوله كل شوية. مفيش حاجة اسمها طرف ثالث، في طرف مع الثورة وفي طرف ضد الثورة، عشان الكلام يبقى واضح. مفيش حاجة اسمها طرف ثالث. بقول لكل المصريين اللي قاعدين بيسمعوا حضرتك دلوقتي او بيتفرجوا علينا، يا جماعة ما تصدقوش ان شباب الثورة اللي انتوا كنتوا يعني يمكن صدقتوا عليهم للحظة باللحظات وقت 18 يوم الاولانيين، بعض الاشاعات اللي اتقالت، بس بعد شوية اتأكدت ان هم ولا بلطجية ولا جايين يخربوا ولا قابضين من بره ولا اي حاجة خالص. ايه اللي حصل؟ الناس دي هي اللي كانت بتدفع الثمن قبل 25 يناير، وكانوا بيتضربوا وبيتسحلوا وبيعتقلوا في سجون مبارك وبيجهزوا القمع بتاع امن الدولة. هم دول اللي دفعوا الثمن في الوقت اللي كان المجلس العسكري فيه شريك لمبارك في فساده وفي ديكتاتوريته وفي استبداده، على الاقل بالصمت، على الاقل بالصمت. جايين النهارده تكذبوا الناس دي والشباب دي اللي شالت لواء الثوره لحد النهارده وبتصدقوا تانيين؟ انا بس عايز اقول انه ولا في تانيين ولا تالتين، الثوره لازم تستمر. وانا بشوف انه مفيش حل قدام المجلس العسكري غير انه يؤمن انه ما يحدث في مصر الان هو ثوره بكل المقاييس. اي وهم تاني او اي شيء تاني عايزين يوصلوا للناس او يقنعوا الناس بيه، يعني الناس اللي لسه مش قادره تقبض مرتبات محترمه، الناس اللي لسه مش عارفه تتعالج علاج محترم، الناس اللي مش لاقيه تعليم محترم، كل الناس دي لازم تؤمن انه الحل الوحيد هو استمرار الثوره، مش حاجه تانية. الحل الوحيد انه الثوره تكتمل وتحقق اهدافها. اصول العظم، واظن المشهد احنا شايفينه دلوقتي على الهواء يا خالد من ميدان التحرير بيؤكد ان الثوره فعلا مستمره. لا مستمره، واي حد هيتخيل انه الناس ممكن في لحظه من اللحظات تسيب الميدان وترجع تحت دعوات بقى انه خلاص مفيش شرعيه للميدان والشرعيه بقت عند البرلمان. وعايز اقول انه مفيش صراع شرعيات ابدا، في شرعيات متكامله. يقدر البرلمان يكون ظهير حقيقي للميدان، ويقدر العكس الميدان يكون ظهير حقيقي للبرلمان. شرط انه البرلمان يمشي او يشرع فورا في تحقيق اهداف الثوره اللي الناس نضلت عشانها وضحت عشانها. لسه لحد النهارده يا استاذ عمرو حقوق الشهداء ما جاتش، ولا المصابين، صحيح. ولا المفقودين اللي تخطوا 1000 واحد، ما يعرفوش هم فين، هم ماتوا ولا عايشين، ولا جثثهم فين، ولا فين اراضيهم. لازم نقول ان الناس دي قدمت تضحيات عشان نتلاقي حريه حقيقيه، مش ناس بتتحكم محاكمات عسكريه وتعتقل وتتساحل في الشارع. الناس قدمت التضحيات دي عشان يتلاقوا كرامه انسانيه، مش بنات بتتعرى في الشوارع وبتكشف عذريتهم وناس بتتعذب في تحت مجلس الشعب ولا جوه مجلس الشعب. الناس قالت عداله اجتماعيه عشان يتلاقوا مرتبات محترمه، وعشان يتلاقوا عيشه كريمه تحترم ادميتهم، ويتلاقوا صحه وتعليم وسكن وكل حاجه. لحد النهارده ما شفناش اي حاجه من الكلام ده، لحد النهارده ما شفناش شروع اصلا في ده ان ده يحصل. لحد النهارده كل اللي شايفينه من 11 فبراير سيناريو محكم لاحتواء الثوره واجهاضها والركوب عليها، ده مش هيحصل. شباب مصر وستاتها ورجالتها وكبارها وشيوخها مكبنين في ثورتهم، ما عندهمش. هل في نيه النهارده للاعتصام يا خالد؟ في نيه للاعتصام لحد الجمعه، والدعوه لمسيرات اخرى يوم الجمعه من بعد الصلاه ان شاء الله. لسه بنشوف المساله، بس اظن ان هي ماشيه في الاتجاه ده باذن الله. طيب يا خالد بشكرك جدا يا خالد، ومعانا المخرج الاستاذ خالد يوسف. استاذ خالد مساء الخير. مساء الخير، انا بضحك لان واضح ان انا حظي دايما بيستضيفوني بعد خالد سليمة، وبعد خالد سليمة لما بيتكلم خالد سليمة تقريبا بيقول نفس الكلام اللي انا كنت ممكن اقوله. فيعني بس انت دايما عندك خالد برضو جديد، قول لنا اولا انطباعك النهارده على اليوم النهارده، وقول لنا تصورك للخطوات القادمه ايه. والله انا انطباعي النهارده كان يوم فيه تحدي كبير انا في رايي، لان حرب الترويع والتخويف اللي مارسها النظام على الناس انها تحصل في مجازر النهارده، وخدوا بالكم هيحصل معرفش ايه بلطجه، وخدوا بالكم على البنوك وعلى مؤسسه الدوله ومخطط حرق مصر وكل الحاجات اللي هم حاولوا يروعوا المواطنين المصريين بيها، الحمد لله فشلت.
على صخرة الإرادة المصرية، والشعب المصري نزل هوت في مشهد يعني لا يقل عظمة عن 18 يوم اللي كان بينزل بيها بكثافة، وأثبت أنه هو مصر على استمرار هذه الثورة. وأعتقد أن الآن المجلس العسكري ومجلس النواب المنتخب أعتقد أنه هو الآن سيجلس وسيدرس جيدا أنه هو لابد أن يغير الخطة، يعني لابد أن المسألة تاخد منحى آخر. الشعب ده واضح أن درجة الوعي بتاعته زادت مئات المرات في خلال السنة، ومش هيندحك عليه، ومحدش هيقدر يخليه يحيد عن مطالبه ولا استكمال ثورته، فلازم هم اللي يغيروا بقى، الشعب خلاص مش هيتغير. طيب تقديرك انت الخطوات القادمة النهاردة، احنا سمعين في الميدان قبل ما اجي كان في كلام على فكرة ان الجميع سوف يعتصم لغاية الجمعة القادمة، خالد تليم اكد الكلام دلوقتي هو كان معنا على التليفون، انت شايف الخطوات القادمة هتمشي ازاي؟ الاعتصام لغاية يوم الجمعة اعتقد ان محدش هيقدر، حتى لو حاول حد يفضل الاعتصام هيتضرب يعني. الاعتصام موجود لغاية يوم الجمعة، هي المسألة كلها مدى صمود الناس بعد يوم الجمعة ومدى ان هم يوصلوا رسالتهم جيدا للمجلس العسكري والمجلس النواب، ان الناس لن تهدأ الا ان الثورة تمشي في خطها اللي رسموا الثوار 25 يناير. طب في تقديرك يا خالد ايه اهم مطلب النهاردة كان الجميع مجمع عليه النهاردة في التحرير؟ تقديم قتلة الشهداء للمحاكمة، وخاصة مش اللي في 18 يوم بس، خاصة اللي كمان الشهداء اللي تسقطوا بعد يوم 11 فبراير اللي هو حوادث مسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والبالون، يعني كل الحوادث ديت اللي مات فيها ناس قتلا بالرصاص كده، وحتى هذه اللحظة لم يقدم واحد يتقال ان ده حتى متهم بالقتل. فدي مسألة يعني اعتقد انها خط احمر بالنسبة لكل الناس، حتى الاخوان المسلمين نفسهم على المنصات بتاعتهم لم يستطيعوا الا انهم يتبنوا هذا المطلب كأول مطلب يعني. فاعتقد ان مطالب الثورة اللي هي الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، دي مطالب الثورة اللي الناس مش هترجع غير لما تتحقق، وهيبقى على رأسها مطلب تقديم قتلة الشهداء للمحاكمة. طيب يعني برضو سمعنا من ضمن المطالب النهاردة تعجيل بتسليم السلطة في البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة، شايف ده ازاي وآلياته ايه؟ والله أنا آلياته هي فتح باب الترشيح بشكل مبكر شوية عن التاريخ اللي هم قبل الدستور يعني؟ لا قبل الدستور مستحيل يعني، قبل ما يتكتب الدستور هيتترشح على يعني هيترشح رئيس الجمهورية على أي دستور؟ هل هي دي جمهورية برلمانية؟ هل جمهورية رئاسية؟ هل مشترك؟ ولا هل هو ايه بالظبط؟ وايه اختصاصات المؤسسات وعلاقتها ببعضها؟ واعتقد ان ده المطلب الوحيد لابناء السويس النهارده. طيب الاجواء اللي عندك النهارده ايه؟ هل مثلا يعني في ميدان التحرير هناك نوايا الاعتصام؟ هل في ايضا نوايا الاعتصام عندك هناك في السويس ولا الاخبار ايه؟ لا 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 خالص، الناس جات النهارده وكان في منصات وكان موجود الشيخ حافظ سلامه وبعض الممثلين عن التيارات الاسلاميه والليبراليه وبعض القوى السياسيه كانت موجوده النهارده، ووجهوا رسالات للمجلس العسكري وغيره من الجهات المختصه. ولكن الناس دلوقتي بدا تقريبا الميدان شبه يفضى من نص العدد اللي كان موجود، لكن ما فيش اي نيه للاعتصام. طيب ممكن تقولي لي ايه الشعارات اللي كانت النهارده يعني بينادى بيها في المظاهرات؟ النهارده الشعار الوحيد لابناء السويس اللي رفعوه النهارده ابتداء من الصباح الباكر حتى منذ قليل هو الاخذ بالصقر للشهداء. طيب في اي ضيوف معاك يا ايه موجودين؟ معايا ضيفين امهات شاهدين من ابناء السويس. اتفضل. عايزه حضرتك تقولي لي النهارده مصر كلها بتحتفل بذكرى ثوره ال 25 من يناير، النهارده الناس مبسوطه باسقاط النظام البائد، عايزه اعرف فرحتك النهارده مختلفه عن بقيه المجتمع؟ طبعا مختلفه، لان انا لسه ابني كانه لسه مستشهد النهارده. احنا فرحانين مش فرحانين، لان لسه ولادنا حقهم ما جاش بالقصاص. لسه ما فيش محاكمات ولا حد حاسب القتله اللي قتلوهم، فهنفرح على ايه؟ نفرح يوم ما يتاخد يوم ما يجيبوهم القصاص ويتاخد حقهم من القتله اللي قتلوهم، ده يوم فرحتنا وده يوم نصرتنا، نفرح ونطلع في السويس ونعمل المظاهرات ونهتف ان خدنا حقنا وارتحنا وارتاحت قلوبنا وارتاح ولادنا في قبورهم. في لغايه دلوقتي احنا مش مرتاحين لسه، قلوبنا ايضا نار، قلوبنا
يعني لما بحس ان مفيش محاكمات عادله وفي تباطؤ في المحاكمات بحس بشعله نار في قلبي. ازاي لغايه دلوقتي ازاي مفيش حكم عادل؟ ازاي لما يقول لك المحامي العدلي يقول لك ما قتلش العدلي ما قتلش المتظاهرين، لو قتل المتظاهرين كان موت الوفات، ولما حسني مبارك ما بيقول لك ما قتلش مين اللي قتلهم؟ مين اللي قتلهم؟ جت قوة كده إلهية خفية قتلتهم؟ مع إنهم كانوا طالعين سلميين، أجينا النهارده إحنا أهو خارجين سلميين لما فيش شرطة ولا فيش جيش ولا في أي حاجة، سلمية مفيش حد اتعور في حد. ليه طب ليه الظلم ده؟ ليه شباب طالعة سلمية ويقتلوها؟ عملوا ايه؟ طالعين من القهر اللي هم كانوا فيه، طالعين يطالبوا بالحرية وبالعدالة الاجتماعية، لأن شباب كان مقهور، كان مقهور وكان مظلوم، طلعوا طالبوا بحقهم سلمية. ليه اصطادوهم؟ اصطادوهم استداد، كان في نية مبيتة ان يصطادوهم ويقتلوهم. شكرا حبيبتي. عايزه اعرف من حضرتك ايه المطالب بتاعتك النهارده وليه موجوده النهارده في ميدان الاربعين؟ حديث عن الصدريه. انا مطالب النهارده ده ناخد حق ابني، انا مطالب الاصل قصاص ابني، ابني لغايه دلوقتي ما خدتش حقي، انا عايزه اللي قتل ابني لازم ينقتل، اللي قتل ابني لازم ينقتل، ابراهيم فرج واولاده وهم اللي قتلوا ابني، ابني اتقتل في شارع ابراهيم فرج. طيب ايه الوعود ايه المطالب اللي انت طالباها بالذات النهارده او ليه جيت النهارده الميدان؟ انا طالبه جيت النهارده عشان جايه فرحانه، جايه نسمع كلمه حلوه، ما فيش اي حاجه تبني، ما فيش اي حاجه. انا طالبه القصاص، مش طالبه اي حاجه، انا طالبه القصاص، اللي قتل ابني لازم ينقتل. شكرا. اللي قتل ابني لازم ينقتل. ابراهيم فرج واولاده. شكرا. شكرا. العفو العفو. طيب. استاذ عمرو حضرتك عندك سؤال؟ ايه طيب لا انا بشكرك جدا يا ايه على هذه التغطيه وان شاء الله هنتواصل معاكي باذن الله ان شاء الله. في الاسماعيليه هتف اكثر من 2000 متظاهر بميدان الممر بالاسماعيليه مطالبين بتسليم السلطه للبرلمان لحين اجراء انتخابات رئاسيه. وفي كفر الشيخ طافت المسيرات شوارع المحافظه واستقر بهم الوضع بميدان تحرير كفر الشيخ اللي هو الدوران سابقا. وتم توزيع منشورات اكد فيها اتحاد شباب الثوره احترامهم للجيش بعنوان حافظوا على جيش مصر. مدينه طنطا تجمع المئات بساحه الشهداء امام ديوان عام المحافظه ورددوا هتافات بالروح بالدم هنكمل المشوار ومصر يا ام ولادك هم. كما قامت لجنه التنسيق بين القوى الشبابيه بالغربيه باصدار منشورات طالبت فيها بتسليم السلطه للمدنيين في اسرع وقت من خلال عقد انتخابات رئاسيه فور الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى وإيجاد حلول سريعة لمشاكل الخبز والأنابيب والبنزين والمحاكمة العاجلة والعادلة لرؤوس النظام السابق وتشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس الشعب للتحقيق في أحداث مسرح البالون ومحمد محمود ومسبيرو ومجلس الوزراء. وفقنا وقعت اشتباكات بالأيدي في ميدان الساعة بين تكتل شباب الثورة الذي يضم عدد من الحركات والائتلافات الثورية وبين عدد من المنتمين الى التيار الاسلامي وذلك على خلفيه اعتراض تكتل شباب الثوره على لافته بتحمل عنوان التيارات الاسلاميه تحتفل مع شعب مصر بالثوره وطالب اعضاء التكتل بازاله اللافته مما اثار استياء الاسلاميين وادى الى تدخل عدد من الافراد من الجانبين فيما تدخل عدد من المتواجدين بالميدان وقيادات التيار الاسلامي لانهاء الازمه مرددين هتاف ايد واحده. الحقيقه أنا مش عارف أقول إيه على النهاردة وجمال النهاردة، لكن اللي حصل النهاردة وبكل مدار من بداية الصباح بتأكد إن الثوار دول ناس السنة اللي فاتت حطوا أكفانهم على أيديهم لما قرروا إن هم ينزلوا في ظل نظام أمني عتيد، نظام كان بيستخدم المعتقلات والعنف مع كل معارضي الشباب دول، نزلوا ما خافوش. أجيالنا خافت، إحنا كأجيال تجاوزت الأربعين سنة كنا بنخاف كنا بنقلق، لكن الشباب ده المتحمس اللي عمره من 18 ل 25 سنة نزل وما خافش، ودي أهم نقطة لازم نأكد عليها. الشباب ده شباب جميل ما خافش، نزل وصار ومات منه اللي مات واستشهد وسقط منه من سقط من مصابين فقدوا عينيهم وأعضائهم،
كلهم عشان خاطر يقولوا الحرية لمصر. ما خافوش ونزلوا وجابوا لنا الحرية. ليهم كل تقدير واحترام، وللشهداء لهم أيضا كل حب وتقدير، وربنا يرحمهم. وأيضا من هنا بقول لأهليهم ربنا يصبركم، أهليكم وأبنائكم كلهم في الجنة، وإحنا النهاردة بنقول لولاهم ما كناش وصلنا اللي احنا فيه النهاردة. فليرحم الله جميع شهداء مصر. شهداءنا الأبرار ربنا يرحمهم بإذن الله إن شاء الله جميعا مسواهم الجنة إن شاء الله. المجد للشهداء. من الأخبار المحزنة النهاردة وفاة الزميل العزيز الكاتب الكبير الأستاذ لبيب السباعي رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق والأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة بعد أن خاض صراعا قصيرا مع المرض، والأسرة الصحفية خسرت ألم شريف وأستاذ كبير وصديق جميل لكل اللي عرفوه واللي قربوا منه. رحم الله ليل السباعي وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأسرة الأهرام الصبر والسلوان.
بعد الفاصل هيكون لقائنا الأول مع الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة القادم إلينا مباشرة من ميدان التحرير.